السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا جماعة الخير. ده اللي هو الياسمين السكويلس المتسلق. ده اللي هو الدبل طبعا لأنه بيجي منه الدبل والسنجل. ده اللي هو الدبل ورد بتاعه كثيف طبعا. ده ريحته قوية جدا، صنف مميز يتحمل حرارة مفيهوش أي مشكلة، وتزهير قوي جدا. الشتلة ما شاء الله تقريبا طولها في حدود المتر ومليانة كلها تزهير، وريحته فواحة جدا. طبعا ده صنف يتحمل حرارة في الصيف مفيهوش أي مشكلة. أنصح بزراعته سواء كان في المداخل أو الممرات أو على الأسوار. هو متسلق طبعا، شجرة قوية جدا تقاوم الحرارة والرطوبة مفيهاش أي مشكلة. متوفر شتلات تقريبا في حدود المتر، السعر على 45 درهم. كثافة في التزهير ما شاء الله ممتاز. للتواصل على الخاص بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.